في عبارة قالها القديس أوغسطينوس، قال: جلست على قمة العالم حينما أحسست في نفسي أني لا أخاف شيئا ولا أشتهي شيئا. يعني الشخص اللي يتخلص من الخوف ومن الشهوة يستطيع أن يجلس على قمة العالم. عايزين نتأمل معاكم في موضوع الخوف ده. لما خلق الله الإنسان ما كانش في حاجة اسمها خوف. الخوف ده جه بعد السقوط. آدم ما كانش بيخاف في الأول ولا حواء. الخوف ده جه بعد السقوط. ثم ازداد الخوف وأصبح الرعب بالنسبة لقايين لما قتل أخوه. فإيه سبب الخوف؟ وإزاي الإنسان يبعد عنه؟ شعور الإنسان بأن ربنا معاه ما يخليهوش يخاف. عشان كده داود النبي قال: إن سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شيئا لأنك أنت معي. شعور إن ربنا معاه يخلي الإنسان ما يخافش. إذا ابتدأ يشك فيه يخاف. لذلك بطرس الرسول وهو ماشي على الميه مع المسيح ما كانش خايف، لأن شعر إن المسيح ماسكه فيه. لما بص للأمواج واضطراب البحر ابتدى يخاف وصرخ. فربنا قال له: يا قليل الإيمان لماذا شككت؟ إذا الخوف بيجي نتيجة قلة الإيمان، إن الواحد مش مآمن إن ربنا معاه وإنه حافظ ليه. اللي يؤمن بالحفظ الإلهي لا يمكن يخاف أبدا مهما حدث. يبقى ده أول سبب من أسباب الخوف. في حاجات تانية يكون سببها شجاعة القلب من الداخل. اللي عنده شجاعة قلب من الداخل ما يخافش، لكن إذا قلبه كان ضعيف يبتدي يخاف. يبقى إما ما عندوش إيمان لإما قلبه ضعيف. أصعب درجة مني الخوف الطفولي، اللي هو الطفل يخاف من أي حاجة، قلبه ضعيف. وطبعا في أسباب خارجية. بتثبت كده. أول نوع من أنواع الخوف، الخوف من الله. مخافة الله تعتبر فضيلة، لكن إذا وصل الإنسان للخوف والرعب يبقى دخل في الخطيئة. عشان كده الكتاب بيقول: بدء الحكمة مخافة الله. فدي فضيلة. الإنسان اللي يخاف ربنا لا يمكن أبدا يخطئ. والإنسان بيخطئ لأنه لا يخاف الله، لا يخاف ولا يحب.
ولذلك قيل عن وكيل الظلم انه لا يخاف، قاضي الظلم انه لا يخاف الله. الانسان اول خوف مقدس، خوف من الله، انه يخاف من الله الذي يرى كل شيء ويسمع كل شيء ويسجل كل شيء، يخاف حسابه ويخاف عقابه، ويخاف يوم الدينونة الرهيب. ولذلك احنا بنقول في الصلاة: يا رب إن دينونتك لمرهوبة، استحشر الناس وتفتح الأسفار وتكشف الأعمال وتعرف الأفكار. أية إدانة تكون، أية إدانة تكون إدانتي أنا المطلوب في الخطايا. ده الخوف إذا الواحد استخدمه استخدام كويس يصل إلى الحرص ويصل إلى التدقيق ويصل إلى حياة البر البر. لكن إذا منشيش في هذا الخوف المقدس وابتدى يستهتر في عدم مخافة الله، تقف أمامه الآية اللي جت في عبرانيين 11:10: مخيف هو الوقوع في يدي الله. في نوع ثاني من الخوف، هو خوف من الموت. خوف من الموت وما بعد الموت، يخاف من الموت الشخص الذي يشتهي الحياة الدنيا وشهوات الحياة الدنيا ومش عايز يسب، فيشعر أن الموت بيفصله عن ملاذ الحياة. ويخاف الموت أيضا الشخص الذي لم يستعد للموت، لكن الشخص الذي يستعد للموت ويكون باستمرار في حياة التوبة وحياة الثبات في الله لا يمكن يخاف، يشعر أن الموت عبارة عن الجسر الذهبي الذي يوصل إلى حياة الأرض. يخاف من الموت أيضا من لا يعرف طبيعة الموت، إزاي ساعة الانفصال من الحياة. في نوع من الخوف أيضا خوف الإنسان من المرض ومن الألم، خوف من المرض ومن الألم، وخصوصا لو كانت أمراض تبدو صعبة الشفاء. يخاف الإنسان أحيانا من الحوادث ومن السفر، في ناس يخافوا من السفر، يشعر انه ركب الطيارة انه بيركب الصعب من الأمور، مش عارف توصله لفين. وإذا حدثت مطبات في الطيارة تبقى مطبات الهواء تعمل له مطبات في قلبه وفي ذهنه، هو برضه من الخوف. لكن الإنسان اللي اتعود ما بيخافش، وأيضا اللي ما يخافش من الموت ما يخافش. هو الحوادث مش بس حوادث الطيران، ساعات تكون حوادث الطريق والسواقين اللي بيمشوا بدون حكمة أو يهمهم السرعة، بل حاجات تتبدل. أو واحد يخاف من الأخبار، مش بس من الطيارات، في ناس يخافوا من البحر، يخاف من الغرق،
زي الشاعر اللي بيقول لا أركب البحر يخشى علي منه المعاطب أنا طين وهو ماء والطين في الماء زائد. ده الكلام ده لو دخل جوه الميه التلاميذ خافوا من البحر وخافوا من الأموات وجه ربنا طمنهم وهدأهم. في خوف من الناس الأشرار كتير يخافوا من الناس الأشرار ومؤامراتهم واعتداءاتهم، ولكن اللي قلبه قوي ما يخافش من الناس الأشرار، واللي إيمانه قوي ما يخافش من الناس الأشرار، لأن بيقول الكتاب يسقط عن يمين القلوب وعن يسار الرغبات أما أنت فلا يقتربون إليك. وبيقول يرسل ملائكته ليحفظوك في سائر طرقك، ويفتكر الآيات اللي فيها حفظ ربنا. في خوف آخر من نتائج الخطية، يعني الشيطان يشجع الإنسان لما يجي يخطئ ويخفي عنه النتائج، وبعد ما يرتكب الخطية يخوفه من النتائج ويخوفه من الفضيحة ويخوفه من العار ويخوفه من اكتشاف الخطية ويخوفه من فكرة الناس عنه، بل يخوفه من الاعتراف بالخطية. يقول له هتقول الكلام ده لابونا ازاي؟ يخاف من الاعتراف، برضو نوع من انواع الخوف. فاللي عايز ينجو منه يبعد عن الخطيه فما يجيلوش نوع من الخوف. في خوف اخر وهو خوف من الشياطين، بالنسبة للعيال الصغيرين يسموها خوف من العفاريت، وبالنسبة للناس تانيين يقول له خوف من الجن. اللي قلبه جديد ما يخافش لا من الشياطين ولا من العفاريت ولا من الجن. أنا فاكر زمان 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 كنت بسمع من غرباتنا الكبار في السن بيقولوا مرة قالوا إن كان في بير على حافة القرية، في ناس قالوا بيظهر جن هناك وبيخوف الناس. واحد من الضرباط قال أنا أخاف من جن، أنا هروح أبات عند البير وآخذ بندقيتي معاي وإن طلع عفريت أنا هفرغ فيه. ده قلبه جديد، لا يخاف من عفاريت ولا يخاف من جن، ويفتكر انه هيفرغ فيه. طبعا الشيطان روح ما ينفعش فيه التفريغ، لكن عبارة تفرغ فيه معناها قلبه جديد. في ناس ما يخافوش من الشياطين، وفي ناس يجي لهم رعب شديد. الآباء اللي عاشوا في البرية وفي الجبل وفي الوحدة الشديدة ما كانوش بيخافوا من الشياطين. القديس الأنبا أنطونيوس من أكبر الأمثلة لعدم الخوف من الشياطين، كانوا يسببوا له فزع شديد وبأصوات مخيفة وبمناظر مخيفة، ما كانش يخاف. وكان يقول لهم لو ربنا أعطاكم سلطان عليا أنا مين أنا أقاوم ربنا، لكن إذا كان ربنا ما أعطاكمش سلطان عليا فما خافش من أي حد فيه. كان يرتل في زميله. الآباء اللي عاشوا في البرية ما كانوش يخافوا.
لا يخافوا من الشياطين ولا يخافوا من التعابين ولا من العقارب ولا من دبيب الأرض ولا من الحشرات. أفتكر أبونا عم المسيح الحبشي في مرة كان ماشي في جبل إتاه، عمل إيه؟ رسم دايرة على الأرض، حط لها صلبان من كافة الاتجاهات ونام هناك، وشعر بأنه محفوظ داخل هذه الدائرة إن جت أي حاجة من الحشرات أو الدبيب أو غيره مش هتقدر عليه. الإيمان يخلي الإنسان ما يخافش. لو كان الناس يخافوا ما كانوش يعيشوا في حياة الوحدة وفي الجبال وفي البرية الكونية. لكن في ناس بقى لو طلع لهم صرصار ولا أي حشرة ولا برص قول الآن يا رب في يديك أستودع روحي. هو الحشرات ما بتخافش ما بتخوفش، لكن اللي بيخوف ضعف القلب من جوه. القلب الضعيف من جوه هو اللي بيخوف. ما احنا عشنا في الجبل وسط الدبيب وما كانش بيجرى لنا حاجه، وكنا بنشعر ان ربنا بيستر ولابد ينبه للخطر قبل وقوعه او عند وقوعه. في خبرات كثيره في حياه الانسان ازاي ربنا ينبه للخطر قبل وقوعه او عند وقوعه وينقذ الانسان منه بحيث انه ما يخافش. في ناس يخافوا من الظلام، من الظلام خصوصا العيال الصغيرين. وحكاية الخوف من الظلام، في واحد مرة قال كلمة شاملة لمسألة الخوف، قال من ضمن أسباب الخوف الظلام والمجهول والحركة المفاجئة. وفي الحقيقة الثلاث أمور دول يندمجوا تحت عنوان واحد هو المجهول. فالإنسان بيخاف من الظلام لأنه وراه مجهول، بيخاف من المجهول، والحركة المفاجئة أيضا بيخاف منها لأنه مش عارف أي سببها. فكتير قوي من الناس يخاف من المجهول. الخوف من المجهول عايز إيمان أن ربنا كل حاجة في إيديه. الخوف من المجهول زي ناس يقولوا احنا نخاف مما تخبئه لنا الايام، من المجهول يعني، او يخاف لما يعجز تبقى حالته ايه، او يخاف انه يكون لوحده لان برضه حكايه المجهول. بل ربما حكايه المجهول دي تخش في كثير من الأسباب اللي قلناها قبل كده. حتى بالنسبة للمرض بيخاف من المجهول، يا ترى المرض ده هيتطور لإيه وهينتهي لإيه ونتيجته هتبقى إيه. نصيحتي إنك أنت لو جالك خوف من المجهول قول كله في ايد ربنا، وربنا هو اللي في ايده كل حاجه، وهذا المجهول لم يخرج عن اراده الله ايضا. في ناس يخافون من لا شيء،
من عدم وجود سبب واضح للخوف. أمثلتهم اللي بيخاف من الرقم 13 ومضاعفاته، تخش فيه نوع ثاني من أسباب الخوف هو التشاؤم، فيتشاؤم من الرقم 13 من 13 و26 و39 وكله، وبعدين تتعقد الحكاية أمامه فيخاف من 13 في الشهر العادي وفي الشهر الهجري وفي الشهر الهجري ويلخبط معاه، حتى يخاف إن جاله التذكرة فيها رقم 13. طبعا دي أوهام، ولذلك قوانين الكنيسة تمنع من التشاؤم والتطير وتعترف ان دي خطيه. من التشاؤم ده واحد يخاف من صوت الغراب او صوت البوم، مجرد ان يسمع صوت بومه يقول لازم فيه حاجه وحشه تحصل. كل دي اوهام، كل دي اوهام، والانسان لو عرف ان دي ملهاش وجود يبقى مفيش داعي انه يخاف من لا شيء. نحن عندنا رقم 13 احيانا فيه اشياء جميله جدا. ده اصحاح المحبه هو كورنثوس الاولى 13، يعني حاجه كويسه. وحكاية قدس لي كل بك كل فاتح رحم ترتبط أيضا بالرقم 13. ويريد واحد يتتبع الحاجات الجميلة اللي في رقم 13 في الكتاب المقدس، في كل أسفار الكتاب من أولها لآخرها. يقول لك بولس الرسول هو 13 الرسل. كل دي أسباب وهمية للخوف، كل دي أسباب وهمية للخوف. في إنسان يخاف من الحسد ومن الغيرة، يقول لك فلان ده عينه تفلق الحجر، نظرته صعبة، يخاف من كل عين زرقاء. اشمعنى الزرقاء دي مش عارف. يخاف من نظرة الحسد، ويقول لك فلان أو فلانة عندهم حكاية العين اللي تخاف. ولذلك في ناس من جهة الخوف من الحسد يخبوا كل حاجة، إذا جالهم خير يخبوه خوفا من الحسد تتحسد، وإذا جات لهم ترقية يخبوها خوفا من الحسد. باستمرار عنصر الخوف من الحسد. وفي ناس بيخافوا من الغيرة مش بس من الحسد، أحسن تسبب ليهم مشاكل. في خوف من ضعف الشخصية وقلة الحيلة، ولذلك في إنسان يخاف من المسؤولية، ليس بنوع من أنواع الاقتضاع، إنما شعوره بصغر النفس وإنه مش قد العمل، وخوفه من الفشل. حكاية الخوف من الفشل كتير جدا بيتعب منها التلاميذ، قبل الامتحان يكون خايف من الفشل، وقبل النتيجة يكون خايف من الفشل. وناس قبل ما يروح اختبار
شخص يخاف من الفشل، برضه الخوف من الفشل إما سبب عدم الثقة بالنفس أو سبب عدم الاستعداد أو قلة الخير. في ناس يخافوا من الحيوانات المفترسة، يخاف من الكلب، يخاف من الديب، يخاف من النمر، يخاف من الأسد. برضو نوع من الخوف الطفولي. أنا أحب أن كل واحد يكون قلبه جديد وما يكونش خواف، يكتسب دي بالإيمان ويكتسب دي بقراءة سير الشجعان. اتفضلوا.